أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النبأ اليوم. أهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام، بثت قراءة الحدث الموالية لعملية الكرامة، بثت صورا لوصول خليفة حفتر إلى مطار بنين في بنغازي قادما من القاهرة. ظهور حفتر يأتي بعد غياب أكثر من أسبوعين أثار الكثير من الجدل حول حقيقة حالته الصحية، والتي تفاوتت بشأنها تصريحات عن عجزه وعدم أهليته في ظل نفي من جهات موالية لعملية الكرامة. كل هذا يطرح العديد من التساؤلات بشأن عودة حفتر وظهوره على وسائل الإعلام. بعد أكثر من 3 أسابيع على غيابه عن ليبيا بسبب المرض ومكوثه في إحدى مستشفيات باريس للعلاج، عاد قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر إلى مدينة بنغازي. حفتر قادم على متن طائرة خاصة قادما من مصر بعد أن عاد إليها من فرنسا، والتقى فيها بعدد من القيادات العسكرية المصرية بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت قناة الحدث التابعة لميليشيات الكرامة فيديو لوصول حفتر، غير أنه لم يتسنى للنبأ التثبت من صحة المقطع المصور الذي يبدو أنه مسجلا، وظهر فيه حفتر محاطا بعدد من الشخصيات التابعة للكرامة أثناء الاستقبال في مطار بنينة. وألقى حفتر كلمة أكد فيها أنه يتمتع بصحة جيدة بعد أن تضاربت الأنباء عن خطورة حالته الصحية، وتأكيد وسائل إعلام أجنبية أنه مصاب بمرض خبيث ونزيف في الدماغ، وأنه لن يستطيع العودة إلى ممارسة مهامه بصورة طبيعية. وفي ظل الجدل الذي أثير حول الحالة الصحية لحفتر واللجنة الإماراتية المصرية التي شكلت لاختيار بديل عنه، ومع انطلاق مشاورات سياسية بين الأطراف الليبية في المغرب، تطرح التساؤلات هنا عن مدى تأثير عودة حفتر في المشهد السياسي وسير الحوارات، خاصة وأن الحوار السياسي معطل منذ مدة ولم تتقدم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية. وأمام الجمود السياسي المتواصل، يتساءل البعض عن السيناريوهات المرتقبة بعد عودة حفتر، لا سيما وأن مبعوث الولايات المتحدة السابق إلى ليبيا جوناثان واينر قال إن خليفة حفتر أكد له عدم اعترافه بالسياسيين الليبيين، وذلك خلال لقائه به نهاية عام 2016 في الأردن والإمارات. وأضاف واينر في مقال له على موقع معهد الشرق الأوسط أن حفتر أخبره بأنه سيستخدم القوة ويسيطر بالعمل العسكري على البلاد، الأمر الذي سيجعل بقية الأطراف في ليبيا تتقبله كأمر واقع بحسب تعبيره. وبحسب واينر، فقد قال حفتر إنه سيعمل على حل الجهات التشريعية والحكومية المنتخبة وتعيين حكام عسكريين، مؤكدا له العمل على زج من وصفهم بأصحاب اللحي في السجون أو نفيهم إلى الخارج أو إرسالهم إلى المقابر، وأن الخيار الأفضل له إرسال خصومه للمقبرة حسب تعبيره. فأي سيناريوهات منتظرة في قادم الأيام؟ وكيف ستنعكس عودة حفتر على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا؟ وقع وفد من مدينة الزنتان عقب زيارته إلى مدينة مصراتة لإتمام المصالحة بين المدينتين، وقع ميثاقا يؤكدون فيه التشبث بمبادئ ثورة 17 من فبراير. الميثاق أكد ضرورة طي صفحة الماضي والعمل على الاحترام المتبادل بين أبناء المدينتين، مع العمل على حل أي نزاعات بالحوار بعيدا عن السلاح. الميثاق شدد أن يكون أي حوار بين الليبيين حوارا ليبيا وداخل التراب الوطني بعيدا عن التدخل الخارجي، داعيا الجميع إلى التنسيق والتشاور فيما يخدم مصلحة الوطن. طي صفحة الماضي ودعم الاحترام المتبادل من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في كامل التراب الليبي هو أبرز ما جاء في ميثاق العهد والمصالحة بين مصراتة والزنتان في لقاء طغت عليه أجواء الأخوة والمودة بين أبناء المدينتين، تكملة للمصالحة التي أقرت في الزيارة الأخيرة لوفد من مصراتة إلى الزنتان. الميثاق أكد الالتزام بمبادئ ثورة 17 من فبراير، مع ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة إلى التقسيم. كما شدد الميثاق على حرمة الدم الليبي ومنع وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح به بين المدينتين، واللجوء إلى الحوار في إدارة أي خلاف،
دعوة كل الليبيين والقبائل إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول نشر الفتن والأحقاد بين أبناء الشعب، مع تغليب المصالح الوطنية العامة على الخاصة، أهم ما تطرق إليه عميد بلدية مصرة في اللقاء الذي جمع وفدي المدينتين. ندعو كل الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول زرع الفتن والضغائن والأحقاد بين أبناء الشعب الليبي الواحد، أو من يحاول استغلال المدن والقبائل لتحقيق مآرب سياسية أو مصلحية فردية كانت أو حزبية. وفد مدينة الزنتان وبرئاسة عميد بلديتها ثمن جهود المصالحة بين مصرات والزنتان المبنية على المحبة وتغليب مصالح ليبيا، مؤكدا أن هذه المصالحة لم يتوسط فيها أي طرف، قائلا إنها نموذج لصالح ليبيا وشعبها. نثمن عاليا ما لمسناه من فرح واستبشار عند غالبية إخوتنا الليبيين وأخواتنا الليبيات وبعض الدول الشقيقة والصديقة بلقاء المصالحة بين الزنتان ومصراتة. مبادرات المصالحة بين الزنتان ومصراتة يعول عليها الكثيرون لتكون لبنة في بناء النسيج الاجتماعي الليبي ونهوض البلاد وتأسيس أرضية مشتركة لمصالحات أخرى تحقن الدماء وتردم الهوة بين كل المتنازعين. وبالعودة الآن مشاهدينا الكرام إلى الخبر الذي أوردناه في بداية هذه النشرة المتعلق بعودة خليفة حفتر إلى مدينة بنغازي، ينضم إلينا الحديث عن هذا الموضوع السيد محمود إسماعيل الباحث السياسي عبر الأقمار الصناعية من مصر. مرحبا بك سيد محمود. يعني اليوم من الواضح أن القصة انتهت وظهر خليفة حفتر وقطع الشك باليقين، فبالتالي منذ ظهور يعني هذه القصة على السطح إلى اليوم، كيف يمكن توصيف هذه القصة بكاملها من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الموضوع ليس منتهيا إلى هذا الحد، واقع عملي أن حفتر في خلال مدته التي بقى لم يبني مؤسسة، إنما أنا فردا، وهذا الفرد عندما غاب انهار كل شيء. واقع أن الليبيون لا يريدون إعادة عبدة الطواغيت من جديد أو إعادة صناعة الأصنام من جديد. لا شك أن من بين هذه الأصنام الصنم الكبير حاليا المؤله ومحاول قدر الإمكان التقرب منه هو حفتر. انتهى حفتر أو ينتهي حفتر، واقع أن هناك قبله ما يبعث على الأمور. قبله كان الملك ملك الأردن عندما عاد في لحظات من بعد ما قلد أخوها وقام بالتصرفات من أجل تنصيب ابنه من جديد، ثم عاد إلى بريطانيا ليموت. هذه هي الحقيقة وهذه هي حقيقة الطواغيت. مهما كان نتكلم على واقع عملي، حفتر انتهى ولن يكون مسؤولا في ليبيا، هذه هي الحقيقة. لذلك الغرب حاول قدر الإمكان نشر الخبر، وبعض الدول الحليفة واللصيقة أو ذات الاهتمام بالملف بحثت بطريقة أو بأخرى ما الذي يراد ما بعد حفتر، وكيف يمكن إدارة مصالحها فيما بعد حفتر. وكأنها وصي على الليبيون، لو تركوا الليبيين وشأنهم لحل الليبيون هذه الإشكاليات. جميل ما يحصل في أن يكون للليبيين رأب للصدع وإنهاء للإشكال. حفتر ليس مقبولا في أن يكون جزءا من المشهد، هو بدايته إشكال ومنتصفه إشكال ونهايته لن تكون يكون إلا أكثر إشكالا. بدأ في 69 في انقلاب 69 في مع القذافي، ثم كان قد رغم مباشرة على أن يكون أحد الأسرى في تشاد وانتقل إلى الولايات المتحدة لينضم إلى CIA، وحاليا نصب كيما نصب وهو عجوز خارف. انتهى بموته أو انتهى بتقاعده أو انتهى لن ينتهي كرجل عندما دمر مدن وقتل الآلاف، ولا يمكن أن يكون جزءا من حل، بل هو صوت النشاز، لا يمكن إلا أن يكون إشكالا. انتهى أو لا ينتهي، الليبيون يريدون مؤسسة ولا يريدون ما يذكر في عملية الذين يتكلمون معه، وكأنهم يؤلهون القذافي أو كأنهم يتكلمون مع طواغيت. هذه مرحلة القضاء وانتهى الليبيون منها بعد أن أنهوا الطرأس الطاغية القذافي وما ذلك الموجود حاليا منهم ببعيد. انتهى وسينتهي ولن يكون له وجود. ليبيون أكبر من هذا وليبيا أكبر من ذاك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر، فليبيا أكبر من هؤلاء مهما حاول البعض تصنيعهم أو محاولة قدر الإمكان إعطائهم بعبع أكبر من حجمهم، فهم أقزام أمام الوطن. طيب سأعود لك بعد قليل سيد محمود إسماعيل، انضم إلينا الآن عبر السكايب من بريطانيا عبد الله الكبير المحلل السياسي. مرحبا بك سيد عبد الله. يعني هذه القصة بمجملها منذ ظهور الأخبار الأولى عن مرض خليفة حفتر ويعني وإصابته بجلطة ودخوله في غيبوبة إلى اليوم الذي ظهر فيه في مدينة بنغازي والصور التي نقلتها قناة الحدث الموالي للكرامة، كيف يمكن توصيف هذه القصة بكاملها؟ كيف يمكن توصيفها وتقييمها من وجهة نظر؟ نعم، تحية طيبة لكم ولضيوفكم وللسادة المشاهدين. القصة طبعا أن خليفة حفتر سافر إلى الأردن ثم إلى فرنسا لغرض العلاج، هذه حقيقة. مسألة تطور مرضه وما يعانيه هذه كلها بقيت تكهنات وتسريبات غير مؤكدة من قبل وسائل الإعلام. بعض وسائل الإعلام، بعض الصحف وصحف فرنسية مثل لوموند، أشارت إلى خطورة حالته، بينما مجلة أخرى فرنسية أيضا وهي مجلة رصينة وعريقة مثل مجلة إكسبريس أشارت بوضوح، قالت أنه ليس في وضع خطر، بمعنى أن حالته الصحية ليست في حالة حرجة أو في حالة خطرة. أيضا وزير الخارجية الفرنسي صرح بأن حالته تتحسن وأنه تحدث معه. لا يمكن أن نتهم وزير الخارجية الفرنسي بالكذب، لكن بقيت كل الاحتمالات واردة كما يحصل مع أي شخص مريض، قد تتطور الحالة إلى الأسوأ وقد تتطور بشكل إيجابي. الآن عندما تماثل إلى الشفاء أو ظهرت بوادر تماثله إلى للشفاء عاد، ولكن هل يستطيع أن يمارس دوره السياسي والعسكري كما كان في السابق، أم أن هذه الصحوة أو هذا التحسن هو تحسن مؤقت بفعل التدخل الطبي؟ هذا لا نستطيع أن نتكهن به، ولكن سيتضح خلال الأيام المقبلة. هذه هي القصة باختصار. طبعا بعض وسائل الإعلام ركزت على التسريبات والأخبار التي تشير إلى تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، ربما يكون صحيح قد دخل في غيبوبة، ولكن من المتوقع أنه استفاق من هذه الغيبوبة. أيضا المبعوث الأممي أشار إلى أنه تواصل معه وتحدث معه لمدة 10 دقائق، لكن تأثيره في المشهد السياسي والعسكري إذا تماثل للشفاء وإذا حافظ على قدراته السابقة، فأنا أتوقع أنه سيستمر في موقفه السابق وهو رفض اتفاق الصخيرات حتى يتم تعديله وفق ما يريده هو شخصيا. أما إذا كانت حالته لا تسمح له بممارسة عمله كما كان في السابق، فربما يحدث بعض التراجع، يحدث بعض التحرك من قبل القيادات السياسية في الشرق الليبي تجاه مواصلة المفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة التي بدأت في المغرب. هناك خبر ربما لم ينتشر، وهو أنه عندما جاء خليفة حفتر إلى مصر قادما من فرنسا بعد أن تحسنت حالته الصحية، كانت جل مباحثاته في مصر مع القادة العسكريين والسياسيين المصريين المعنيين بالملف الليبي حول تعيين نائب له، تحسبا لأي طارئ في المستقبل لكي لا يحدث أي نزاع أو أي خلاف إذا ما غاب حفتر عن المشهد السياسي الليبي، سواء بشكل مؤقت كما هو الحال في المرض الذي تعرض له خلال الأسابيع القليلة الماضية، أو غادر بشكل المشهد بشكل نهائي. طيب ألف في هذا الموضوع سيد عبد الله، هو الخبر الذي نقلته إذاعة فرنسا الدولية، موقع إذاعة فرنسا الدولية على الإنترنت، ومن المعروف أن هذه مؤسسة صحفية تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، وهي مؤسسة على ثقل كبير وأخبارها يعني في نهاية الأمر لها مصداقية كبيرة جدا. يعني قبل 3 أيام من الآن هذه المؤسسة قالت بأن الأمر وصل إلى مرحلة أن فرنسا نفسها استضافت عبد السلام الحاسي واستضافت عون الفرجاني مدير مكتب حفتر حتى يناقشوا تعيين خلف له. يعني وهذه يعني في نهاية
نهاية الأمر الخبر لم نقوله نحن قناة النبأ ولم تقوله مثلا مؤسسة ليبية أخرى، وإنما نقلته إذاعة فرنسا الدولية وهي ليست طرف من الأطراف الليبية. فبالتالي يعني الأخبار كانت ذاهبة باتجاه أن الرجل يبحث عن شخص يخلفه. كيف يعني كيف يمكن فهم هذا التحول المفاجئ اليوم بظهور حفتر في مدينة بنغازي؟ وفي الحقيقة البحث عن بديل، يعني باعتبار أن الرجل مريض وطريح الفراش ويعالج ويتم أو يجري علاجه في مستشفى متطور، مستشفى أمريكي متطور، في هذه وهو رجل متقدم في السن، في هذه الحالة من الطبيعي جدا أن تبحث الدول الداعمة له أو التي ترتبط مصالحها في ليبيا بمشروعه أو به هو شخصيا، أن تبحث في كل الاحتمالات. فباعتباره مريض وطريح الفراش ويتلقى العلاج، هناك احتمال أن يفارق الحياة، هذا طبيعي، هذه الإنسان يكتمل بالموت، ومن المحتمل أن يشفى، كلا الاحتمالين متوقعان. وبالتالي من الطبيعي جدا أن تبحث هذه الدول التي يرتبط مشروعها بمشروع حفتر عن بديل له، لكي لا يحدث فراغ إذا ما تطورت حالته الصحية إلى الأسوأ. وفي اعتقادي أن الآن هذه العودة، سواء كانت عودة طبيعية بعد أن تماثل حفتر إلى للشفاء ولم يعد وتجاوز مرحلة الخطر، أو هي عودة مؤقتة تشبه عودة الملك حسين عندما عاد من أمريكا وأجرى تعديل في خلافته بإزاحته لابن أخيه وتعيينه لابنه عبد الله الملك الحالي. في كلا الحالتين من المتوقع أن فرنسا والإمارات ومصر ستبحث في موضوع نائب لخليفة حفتر يخلفه إذا ما تعرض لأي غياب، سواء بداعي المرض أو بداعي الموت. وبالتالي أن تنقل إذاعة فرنسا الدولية أو صحيفة لوموند أو أي صحيفة إعلامية، نحن نعرف أن هذه وسائل إعلامية مرموقة وذات مصداقية عالية، ولكن في نفس الوقت صحيفة الإكسبريس أو مجلة الإكسبريس الفرنسية هي أيضا ذات مصداقية عالية. ومبكرا يعني تقريبا بعد أسبوع من دخول حفتر إلى المستشفى، دخل المستشفى يوم 5 أبريل، في 12 من أبريل تقريبا صحيفة أو مجلة الإكسبريس قالت أنه ليس في حالة حرجة، أو هو ليس في وضع خطر، أي بمعنى أنه وضعه الصحي عادي. لكن في كل الأحوال طبيعي جدا أن تراعي فرنسا أو مصر أو الإمارات أو حتى القيادات في شرق البلاد عن من يخلف خليفة حفتر في حالة تعرضه إلى مثل هذه الوعكة الصحية استمرت اليوم أسبوعين، ربما إذا تعرض لها مرة أخرى قد تطول أكثر من ذلك. نعم. طيب، يعني حضرتك سيد عبد الله أنت ذاهب باتجاه أن القصة برمتها الفيلم وليست لعبة مخابراتية، وإنما مسألة مرض خليفة حفتر الذي أوردته عدة، نحن طبعا نقلناه قناة النبأ ونقلته عدة صحف دولية من ضمنها الإكسبريس كما قلت، وكما إذاعة فرنسا الدولية وموقع ميدل إيست آي البريطاني، يعني طبعا عقبة بن حفتر الذي تحدث معنا وقال والدي مصاب بجلطة، يعني هذه القصة برمتها ليست فيلم وليست فخ وقعت فيه المؤسسات الصحفية، وإنما هو حقيقة. يعني هل تذهب أنت حضرتك بهذا الاتجاه؟ نعم، حقيقة يعني لا يمكن أن تتفق كل وسائل الإعلام هذه على هذه التمثيلية، لا يمكن أن تقع وسائل إعلام مثل لوموندو مثل الإكسبريس وإذاعة فرنسا الدولية وغيرها من الصحف والمجلات الأخرى أن تذهب في اتجاه مؤامرة أو فبركة فيلم. بالعكس، أنا أرى أن ما حصل طبيعي جدا. حفتر الآن في منتصف العقد الثامن من العمر، ومن الطبيعي جدا أن يتعرض إلى أمراض، أن يتعرض إلى جلطات، أن يتعرض إلى كل ما تحدثت عنه الصحف، وأيضا من الطبيعي أن يشفى، ومن الطبيعي جدا أن تسوء حالته ويبقى في المستشفى فترة طويلة، كل شيء متوقع في هذا الأمر. لكن أن تكون هناك مؤامرة أو تمثيلية من قبل هذه القنوات الإعلامية، هذا مستبعد تماما. وزير الخارجية الفرنسي لا يستطيع أن يتكلم أمام البرلمان الفرنسي ويقول
أو يقول لوسيلة إعلامية فرنسية أن حفتر موجود في المستشفى وأن حالته تتحسن، وفي الحقيقة أن حفتر موجود في المستشفى وهو ليس مريض، أو إنما يزعم أنه مريض، أو يريد تضليل وسائل الإعلام، أو يريد تضليل الليبيين. هذا كله باطل. القصة حقيقية ليست مفبركة، والرجل تماثل للشفاء. هل تماثل للشفاء بفعل تدخل طبي؟ لأن الطب متقدم جدا، خاصة والمستشفى أمريكي. هل هو تحسن طبيعي والرجل سيتحسن تدريجيا وسيعود إلى ممارسة عمله كما هو الحال قبل أن يتعرض إلى هذه الوعكة الصحية، أم أنه بفعل الأدوية ولكي يتم ترتيب الأمور لمن سيخلفه إذا ما ساءت حالته الصحية؟ طيب. واضطر إلى العودة إلى المستشفى مرة أخرى. طيب. أما مسألة أنها فبركة فهذا مستبعد تماما. طيب ابقى معي سيد عبد الله الكبير، سأعود بعد قليل. أعود الآن إلى سيد محمود إسماعيل عبر الأقمار الصناعية من مصر. سيد محمود إسماعيل المحلل السياسي، يعني هناك نقطة تم الحديث عنها في اليومين الماضيين، مسألة أن هناك خلافات داخل الكرامة، وعلى سبيل المثال محاولة اغتيال النظوري، يعني هذا حدث جرى في مدينة بنغازي وهناك دلائل على هذا. فبالتالي الآن بعد عودة خليفة حفتر، من وجهة نظرك إلى أين سوف تتجه الأمور على مستوى القيادات الداخلية في هذا المعسكر؟ بكل شك، لا شك أن هناك محاولة الحسم بطريقة أو بأخرى للذين يريدهم حفتر. حفتر يريد أن يكون ابنه أو يريد أحد المقربين له، ولكن وكأنها عملية وراثية، ما يبعث على القلق. هذا لا يؤدي إلى بناء مؤسسات، إنما يؤدي إلى بناء طواغيت وأفراد، لا يبني مؤسسة. هذه رسالة واضحة وواضحة جدا، ولكن يجب أن يشار أيضا إلى رسالة شيء صريح وصريح جدا. جميع العالم يدرك، أو لعل المسؤولون العالميون يدركون حقيقة ما مر بحفتر وحقيقة المرض. إلا الليبيون يخدعون ويخدعون ويخدعون من قبل من؟ من قبل مسؤوليهم. لم يدلي البرلمان ولا غيره ولا حفتر حقيقة ما الذي مر به. هل هو غياب أم تغييب أم مرض عضال؟ ما الذي جرى بالشكل الحقيقي مع أنه منتهي وسينتهي؟ لن يكون له وجود كما الماضي. هناك تدارس من كثير من الدول عن حالته وما الذي يمكن أن يحصل في حالة غيابه. فما الذي حصل حقيقة؟ لا يحق لهذا الشعب أن يكون له مكاشفة في شخص موجود وكأنه يدعي أنه رأس القائمة فيما يتعلق بهرم الجيش مع أنه ليس جيشا حقيقة. هناك أيضا ما تعرض له الناظوري بعد أن سرب قرار بتكليفه، ثم محاولات أخرى، ثم اجتماعات متوالية ما بين القبائل. هناك أيضا اجتماعات وصلت إلى دهاليز أبو ظبي وغيرها وغيرها. هناك الكثير والكثير مما يقال. لم يخفي أحدا أنه قد تعرض لأزمة، ولم يخفي أحد بأن هذه الأزمة قد طالت، أنه طريح لم يكن ربما مر إلى الأردن ومنها إلى مشافي فرنسا. مهما كان هناك حقيقة يجب أن يتعامل معها الليبيون، أنه لا ولا وألف لا لبناء طاغوت جديد، لا وألف لا، وأنه في حالة انتهاء شخص يجب أن تبنى مؤسسة. المؤسسة لم تبنى ولن تبنى من خلال ما يمر ومر في ما يتعلق بالماضي. وهذه مباشرة رسالة واضحة مؤداها أن الليبيون يريدون أن يكون هناك استقرار، ويريدون أيضا أن يزال كل الذين يحاولون قدر الإمكان تعكير الصفو، أو يحاول قدر الإمكان أن يفرضوا صهوتهم العسكرية أو غيرها. الوعود الخلب التي من الليبيون بها بأنهم قد بنوا مؤسسة، كلها أضحت وعودا خلب لم تثبت حقيقتها الأيام، ولم تثبتها أيضا تلك التي مرت، الأحداث التي مرت. الليبيون يريدون أن يكون هناك انهاء لهذه المرحلة العسكرية بانتهاء القذافي وانتهاء من معه. ولذلك يجب أن يبنى جيش، ولكن يجب أن يكون المرضى خارج نطاقه، ولذا يجب عرضه على المصحة إذا كان لائقا صحيا أصلا أم لا، وهل هي حقيقة ما يجري أو ما هي الأحداث الفعلية، على للجميع أن يكاشف الليبيين. طيب أشكرك شكرا جزيلا على كل ما أورته لنا من تفاصيل. سيد محمود إسماعيل المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة. أعود الآن مع السيد عبد الله الكبير المحلل السياسي عبر السكايب من بريطانيا. سيد عبد الله الكبير، يعني عند ورود الأنباء عن موت خليفة حفتر، يعني كان هناك حديث على أن يعني هناك مطب وهناك عقبة أساسية في طريق الحل قد أزيلت، والآن يعني يبدو أنها لم تزل، يعني بحسب ما نراه الآن.
من وجه نظرك إلى أين يتجه المسار السياسي؟ إلى أين تتجه العملية السياسية في الفترة المقبلة؟ طبعا هو الآن ربما هناك أمل، وإن كان الأمل ضعيف، في أن تتواصل الحوارات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وقد بدأت قبل يومين في المغرب بلقاء السيد خالد المشري مع السيد عقيلة طالح، وقد وعد السيد المشري بأن هناك لجان ستشكل وأن خطوات عملية جادة باتجاه توحيد المؤسسات، باتجاه تعديل الاتفاق السياسي، تشكيل مجلس رئاسي جديد. في الحقيقة هي كلها نقاط قد تم تداولها في لقاء سبتمبر الماضي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن عمليا لم يتحقق شيء، لم يتم تعديل الاتفاق السياسي، لم يتم تشكيل مجلس رئاسي جديد، وبالتالي الأمل، أقول أن الأمل ضعيف، رغم أن السيد خالد المشري يبدو متحمسا، وقد قال صراحة أنه مستعد لتقديم كل التنازلات من أجل الوصول إلى توافق مع مجلس النواب. هل يعود مجلس النواب بكامل أعضائه ويكون فاعلا في الحياة السياسية ويجري تغيير في رئاسته إن كانت المشكلة في السيد عقيلة صالح، ويختار رئاسة جديدة تستطيع أن تتوافق مع المجلس الأعلى للدولة؟ هذا في الحقيقة أنا أستبعده، وبالتالي رغم أنني أقول أن الأمل ضعيف، بالتالي أنا أعول أكثر على المؤتمر الوطني الجامع، المؤتمر الوطني الجامع الذي يمضي الآن بخطوات بطيئة من خلال الملتقيات الوطنية في كافة المدن، ربما هذا هو الذي يوصلنا إلى نتيجة، بمعنى أن هذا المؤتمر الوطني الجامع ربما تتحقق فيه مصالحة وطنية حقيقية بين كل مكونات الشعب الليبي، ربما يتطور المؤتمر الوطني الجامع وتتشكل منه حكومة وفاق وطني، وبالتالي ينتهي تماما اتفاق الصخيرات وينتهي المسار السياسي الذي أنتج اتفاق الصخيرات، ونبدأ في مرحلة جديدة أساسها التوافق من خلال المؤتمر الوطني الجامع، من خلال حكومة توافقية تتكون من خلال هذا المؤتمر، من خلال إقرار مسودة الدستور. كل هذه الخطوات متوقعة إذا تحقق المؤتمر الوطني الجامع، وكانت البعثة الأممية جادة في هذا المسار، وليست فقط تريد أن تستخدمه للضغط على الأطراف السياسية التي ربما تخشى أن المؤتمر الوطني الجامع قد يطيح بها ويبعدها عن الممارسة السياسية وتأخذ البلاد منحى آخر عن طريق المؤتمر الوطني الجامع. أما كما أشرت، اللقاءات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ففي اعتقادي أن نتمسك بالأمل، نعم نقول أن هناك أمل، ولكن في الحقيقة الأمل يبقى ضعيف، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي تطور على ما حصل في سبتمبر الماضي أو في حوارات سبتمبر الماضي في تونس. شكرا جزيلا لك سيد عبدالله الكبير المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من بريطانيا. أنا باليوم مشاهدينا الكرام متواصل معكم، وتتابعونا فيه بعد قليل فقرات الاقتصاد والرياضة وأحوال الناس.